استاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل، فرج اليوم احتفال جديد وتخرج جديد من ابنائك من جميع اقطار الوطن العربي، ده بيكون من اسعد ايام حضرتك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حقيقي برحب بيكم وبشكركم على وجودكم معانا لتغطيه هذا اليوم الجميل، يوم الاحتفال، يعني اليوم اللي احنا فعلا بنحصد فيه فعلا عناء سنوات طويله. فخور جدا بابناء الخريجين، فخور بكلماتهم اللي بيقولوها من قلبهم، اللي هي فعلا بتعبر عن مدى حبهم، مدى انتمائهم لهذا المكان، قد ايه هم اتعلموا بشكل متميز، قد ايه هم مع بعض منظومه متكامله بتعبر فعلا عن العمل العربي المشترك الناجح. بتمنى للاكاديميه دايما كل التوفيق في وتستمر في مسيرتها ان شاء الله، وتكون واحده من كبريات الجامعات العالميه زي ما احنا مخططين باذن الله تعالى. يعني سابتك منذ ايام قليله، حضرتك كنت اعطيت خصم 20% لخريجي الدراسات العليا اللي عمل الدكتوراه، واليوم ايضا 20% لخريج الاكاديميه اللي عمل دراسه الماجستير. طبعا دول ولادنا، احنا حريصين فعلا ان هم يستمروا في تحصيل العلم والعلم الحديث. انا مش هبخل ابدا على ابنائي من ابناء الاكاديميه ان هم فعلا اساعدهم واديهم الفرصه فعلا ان هم يستكملوا، وده اقل يعني تعبير من الاكاديميه على حبها لاولادها، واللي احنا حريصين ان هم يستمروا معانا. احنا الاكاديميه زي ما احنا كلنا عارفين لا تهدف الى الربح، بتعتمد على التمويل الذاتي، فده كله بيحط علينا صحيح اعباء كتير، لكن برضو رغم عن كده لابد ان احنا فعلا ندي الفرصه لاولادنا ان هم يكملوا مسيرتهم باذن الله تعالى. سيادتكم، انا لن استطيع ان اغفل موضوع مهم كان موجود منذ عده ايام، مؤتمر مارلوك 3 وخروج العديد من التوصيات. ماذا عن توصيات سيادتكم وراي سيادتكم فيها يا فندم؟ طبعا يعني هو المؤتمر دوت زي ما احنا يعني الاكاديميه دايما حريصه ان تعقد دايما كل سنه مؤتمر علمي دولي. السنه دي جايز نظمنا اكتر مؤتمر علماء المصريين والعرب المقيمين في امريكا الشماليه وفي كندا، وده كان في نهايه ديسمبر، وبالامس اختتمنا اعمال مؤتمر مارلوك 3 زي ما حضرتك فضلت وقلت. المؤتمرات دي طبعا كلها بنحاول نسخرها لصالح الامه العربيه، بنحاول نختار موضوعات فعلا بتمس الامل، بتمس الاقتصاد، بتمس يعني احنا مهتمين جدا بان احنا نعقد المؤتمرات، نجيب خبراء العالم من كل مكان في العالم، ابناء مصر وابناء الامه العربيه كلهم بيجوا بيحطوا التوصيات فعلا اللي هم بتدي تجاربهم الواقعيه، عشان خاطر ان شاء الله نقدر نحط مجموعه من الخطوط ومجموعه من التوصيات اللي لو اتبعت فعلا بتصور ان هيكون في فرق كبير جدا في المستقبل ان شاء الله. سيادتكم، الانجازات تتحدث عن نفسها وليس الاعلام، ولكني اود ان اسال سيادتكم سؤال. اليوم عدد من الدول العربيه كانت متواجده في عديد من المؤتمرات بالاكاديميه العربيه، واخيرا في مارلوك 3 السيد الوزير النقل السوداني اكد ان الاكاديميه بصدد انشاء مقر الاكاديميه بدوله السودان، والعديد من الدول العربيه تامل في ذلك. ماذا رايكم سيادتكم في هذا الامر؟ الاكاديميه منظمه عربيه، الأكاديمية بيت خبرة عربي، الأكاديمية بتحط كل إمكانياتها تحت أمر جميع الدول العربية. إحنا منظمة عربية، جامعة كبيرة ليها مكانة مرموقة بين الجامعات العالمية، متخصصة في التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات. إحنا جاهزين نأدي كل دورنا، إنشاء الفروع أعتقد إن إحنا بنسعى إلى ذلك، لكن لابد من انشاء الفرع، لابد من امر بمراحل، لابد من توفير الامكانيات. زي ما قلت الاكاديميه بتعتمد على تمويل ذاتي، مصر الحاضنه للاكاديميه منذ نشاتها، لم تبخل على الاكاديميه من بدايتها حتى اليوم، المقر والابناء وكل شيء، فاحنا جاهزين لانتاج نفس النموذج في كافه الدول العربيه لما تتوافر القدرات اللازمه لذلك. معالي رئيس الأكاديمية بشكرك شكرا جزيلا إن شاء الله، وبالتوفيق يا فندم بإذن الله. أنا اللي بشكركم، دايما موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.